تبدو مآرب غير مكترثة بفيروس كورونا وتداعياته التي غيرت مسار الحياة العامة في العالم. فبرغم التدابير الرسمية لمواجهة الوباء كقرار إغلاق المساجد الذي دخل حيز التنفيذ والتوجيه بإغلاق الأسواق، إلا أن الازدحام على أشده وخصوصا في أسواق القات التي يرتادها الآلاف من المواطنين يوميا، ما دفع الكثير من المواطنين للمطالبة بإجراءات أكثر صرامة في الأسواق والأماكن العامة. قلقوا علينا الجوامع لا نصلش فيها وبدأوا يفتحوا لنا الأسواق، شوف الأسواق كيف مفتوحة بالرغم أن الأسواق قاعد نشير فيها الأمراض بكثافة، لا وبيت الله الذي عرض الأمراض وفيها تعاون ترجع إلى الله غلقوها. هو لكل مشكلة حل، لكل مشكلة حل، يعني يفعلوا عسكر خارج باب البوابات، عسكر مع فريق طبي يرش الذي يدخل عند دخوله وعند خروجه يرشهم، ويباعدوا بين المقاوتب بين كل مقوت يباعدوا بينهم، ويلتزموا يعني ما يدخل السوق إلا شخص لابس كمامات لابس كفوف بلاستيكية وكذا يلتزموا بالنظام ويدخل السوق. ما يبديه الناس من تجاهل لوباء كورونا ليس ناتجاً عن قلة وعي وضعف معرفة بمخاطره وسرعة انتشاره، فأخبار انتشار المرض والتحولات الاجتماعية التي رافقت ذلك لا تكاد تخلو منها مجالس الناس وتجمعاتهم، وأهمية الوقاية لا يختلف عليها اثنان، إلا أن الواقع لا يعكس ذلك الوعي الذي يبديه الناس في أحاديثهم ومناقشاتهم. في ظل هشاشة الوضع الصحي والوضع بشكل عام في الجمهورية يظل إمكانية تقديم خدمات حتى ولو جزئية للمريض صعبة جدا. نتمنى أنه المجتمع أو نعول تماما كامل تعويلنا على ثقافة المجتمع والتزامه بالحجر المنزلي أو العزل المنزلي وعدم التجول في الأسواق وتجنب أماكن الازدحام، وفي حال اضطر للازدحام تدخل في الزحام لابد أن يكون مرتدي الكمامة. ما تعيشه المحافظة من كثافة سكانية لا تتناسب مع الإمكانات الطبية الضعيفة يستدعي تعاملاً أكثر جدية من السلطة المحلية ومجتمع لا يحصل على الخدمات الطبية الضرورية في الأوقات العادية، فكيف سيكون حاله إذا ما اجتاحه وباء عصف بعواصم الدواء والاستشفاء في العالم؟ هكذا تبدو الأسواق في مدينة مأرب، ازدحام شديد في ظل مخاوف من تفشي وباء كورونا الذي أعلن عن وجوده في أكثر من محافظة يمنية. محمد القليصي لقناة سهيل مأرب.